كان زمان ما هاي زال عائل في عمو شحال 3 سنين 4 سنين كل عائلة في عمهم 13 عام داخلين بوحديتهم. الحق اخوسي ضربونا السام دك يضربونا في الشفاشه سيدات ما خرجناش برنا من الروينه مرات ضربوا بعينه كتغوت روينه عز واحد عز زين ساخف ميس فهمتي مغاربه اللي عايشين تما كادوك هما اللي نقول لك اعتقنا روح يعني لما كانوا شي كنا نقضوا ديك الليله اللصقوا عيب الجوع داونا سيد الخزائن جلسونا خايو بلا بروده لا ماكله لا شرب لا والو فهمت حيت باش نسي قالك فلوس مغاربه ما كيشريش وممنوع يتصرفوا تمك يعني متبجع ما عندك شي فلوس ممنوع تضب على مغاربه ممنوع كل شيء كيوغي اللي كتقولوا طيني ناكل لك دولار ما كيتاو كيعملوا فينا هايدا فهمتي كيمن فيك هايدا ديك التوفه تستحقها وكذا حتى اذا كنقول دابا هادو هما كوالين فوقاش حنا كنحلموا نجيو عندهم كذا داك تشني عنا ماغيه بنادم على زوك فهاد المخصك حتى واحد ماغيه ماشي يعطيك عيد زقفل شتي انت خاوه والمحطه خاوانا هاو سما حتى اذا مخزن بقى جاري مورانا خاوات كيرام غاش طالعونا كيطلعوا يعزيز حنايا لا يا في الاخر قلنا غنطلع على رجلي صافي ديك الساعه طلعت من طنجة حتى بليونس لاجلي في الاخر وصلت بليونس بقيت 3 ساعات وانا في واحد الجبل طالع في الاخر هاوس اخاو من اللي وصلت نسبسه وصلت نتالي نسبسه قطع سبع العام واحد مشيت نكريج اخاو ضربوني كوارد كوارد سيفي ضربوني الوجع عوروني تضربت من رجلي اخوس الحق راه اخوسي ضربونا السام داك يضربونا في الشفاشه سيدات قارب اللي تما في الاخر بحالي ضربت كنت طايله الشباك ضربت رجلي تما في الاخر ما بقيتش كنت مشابس ايوب طلعنا في التاكسي الخاوه 60 درهم تما تنكستي يا اخو كملنا على رجلنا السبت صبرت عيبنا المزارب تبوله جبوله يعني اخي ايوب على البحر فهمت بحق لا طحت يا اخي ايوب ان لله وان اليه راجعون ديك سيف الخاط مشينا اخي ايوب عمنا واحد كيلومتر ولا هيدا خاطي شي تغرار قبل شي حاجه ومن ناحيه العرق ساعدنا وسيدنا اخي ايوب ما فهمت قلنا راه فيها فهمت دخلنا اي خي ايوب كنا ماشيين في حاله مدينه تتوقفت لينا واحد قوريه بالطوموبيل قاتنا نديكم السنترو هي داتنا عند غورديا سيفي لاخي ايوب بيتونا خي ايوب في البروده فهمت بيتونا في البروده دخلنا في السبته بالحق فهمت سين مدينه بقينا عيق قرابين هايدا عيق الداخله داونا سيد الخزائن جلسونا خي ايوب للبروده لا ماكله لا شرب لا والو فهمت شحال بقيتي تما ليلة خي ايوب ليلة في الصباح عطاونا سي عطاونا ديك ماريا عرفتي بين زوز والحليب بين زوز هذيك توا انا قال لك بين زوز وخرجونا بحال مغاربة مثلا ولا تلاقاكم مع قوال لا تلاقينا مع مغاربة تلاقينا مع الغامبة عتقونا بماكلة هيدا المغاربة تعاملوا معاكم احسن من اسبانيول اللي تلاقيتوه اسبانيول اخي ايوب كيقول لك بقى جالس وبرودة فهمتي لا وقفتي كيضربوا بنادم كان لي راوت اللوزة اخي ايوب كنت اخي ايوب جالس في الدار كنت داخل المدرسة في كلات كانت الزوز ونص كان وجد ماسي في حال دخلت علي مرة اخي ايوب طلعت بالدار تمس مشيت المدرسة مسيتي مدرسة اخي وعاد كتزيد تفكر في المدرسة الوصول ارض سعيدة هي الاولى اخي ايوب فهمت كيفاش تمشينا من هنا تما قلت من قهوه صدق جا عندي عثمان جا عندي قال لي كذا قال لك سبته خلوهم فتحوا لهم الطريق صدق طلعت جبت فلوس وتحركنا من هنايا انا وهو وخي واحد العايل ستيتو تحركنا من هنايا ضاربين الحساب يعني التاكسي 35 درهم قلنا نمشيو خصنا نتعطوا باش نوصلوا المحطه من لقينا كنتعطوا من رامبوان رامبوان توصلنا لديك رامبوان اللي فوق رامبوان زياتن كاين هذيك العقبه كطالع ديريكت من المحطه دخلت دخلت المحطه يا انا وما بقاو على باغا دخلت المحطه باش نسقسي على هكا ومحطه فيها عين مخزن يعني ماشي محطه يعني مشيت عندهم خالتني قلت له كي غنتسبت قال لي ما كايناش قال لي مشي نتواكسيه داك ملي مشيت نتواكسيه عاود قلت له عامي 60 درهم الاخراني قال لي 60 درهم الحل اللي بقى ديك العوستيتون عا نزولوا له ما فلوس خاي زودت له 70 درهم اللي كانت عنده 60 درهم قالنا باش عين طلعوكم من الواحد في الاصل انا شحال هذيك كنت كنطلع ب 35 درهم وكانوا 5 علاش انا كنقول لك هما كاملين ما تجي 70 درهم يعني 35 درهم طلعوا 35 درهم دمجي داك زولت خاي ديك 70 درهم وهذا كانت عنده 70 درهم هي 14000 و100 درهم ديالي 100 درهم هي 24000 وديك العايس صغار زادنا 5 درهم باش نشريو شي كيكاس ولا شي لعبه في الطقس يعني بالسلا مشينا ما بقاوش عنضربوا حتى ما فرجوا على ما جبرنا والو جبرتو في الاخر مشينا مع نزلنا التاكسي ما وصلناش حتى تما نزلنا في راس العقبه نزلنا
مع نسنا كتشوف لك بنادم جاغ من تماك بنادم جاغي والصحافه والتوقفه بقينا جارين في الشارع عيش الشارع شويه صافي الشارع مبقاش كيجري فيه بنادم الهبطه على البحر بقينا كان هاودنا معاهم على البحر صافي عاودتهم خشبه جري في التالي في كانوا ديك الدار يدخلوا كيعوموا اللي ماتوا هذيك مفتوحه فهمتي مفتوحه كندوزهم حدا العسكر كنجري لا العسكر عادي عسكر عادي فهمتي انا ماشي لك نوحه بارتي العسكري بغى يعاوني فهمتي لقينا ماشيين في ديك رملة دخلنا في حق وادة تما صافينا بلاصة لاخرى باش عندخلو نسبتا الشباك والصو خصك تسارطي وتعوم فهمتي غنقول لك بقينا كنضربو شي هايدا شي 8 ضربات ما نسى مرا قبل ما نوصلو تما كنا كنتفاقو انا وهادا علاش انا كنت كنكون جاري كنجمع مرا هايزة العايل في عمو شحال 3 سنين 4 سنين ديك الحجار جارية فيهم انا كنجري فيهم كنبقى فهمتي كنلعب معاهم شوية بشوية يعني لا كانت كملاتهم كاملين ما كنت كنظن عاتعيش فهمتي والعلم قلت لها خالتو عود في حالك من الطريق قلت لها عود في حالك من الطريق وكملت جري من الطريق فهمتي كيفاش وعاد بنادم تماك ما كيحنشي اي جاري فهمتي ما كاتب له لا مرا لا والو كيسحالو داغيان عايشدو الزاق ديك ما هاودت كنتفاقوا انا وعثمان بقيت كنعيط له فهمتي كنعيط له عثمان عاود كيوقف كيتسناني عاود كنجري تنعندهم ومتوصلنا لديك الصو هذيك الصو سمخت كتشوف شي حاجه اللي ما كتعجبش العايق قد هكذا كيتساغط ما كيعرفش بنادم ما كيعرفش عوم انسى فهمتي واحد راشد كنايز واحد ما فوق طاو داخل بيا الساعه اللي عايوصلها خاله وخالة ما بداش كتبقبق بداش كتلتق ديك العيل خالعه هي في عيل خالعه هي كتعرف تعمل تلقى انا صبار تاعي هيدا من نص ساعه يتزول ديك الخالعه واحد خينا جبده ميده وطلعها كان ديك الساعه وثمان تخاوي كامل ما وراء الكواليس ملي ما بقاوش كيصوروا الصحافه وديك الشيء تما عاشي كاجي الصح الصحيح ديالهم اما ديك الشيء كيتلاقاو بنادم وقايس يقول لك شوف الانسانيه شوف كذا عاد اخاي والله ما كاينه منا شي حاجه كامل ديك الشيء بوليسيه ولا ديك كواردي سيفي ولا كاملين ولا ديك اللي كيجيو زعما بولانسيان وكيستقلوهم كيوزهم وهيدا وكذا ما تبكي كامله ديك الشيء غير حادهم كيدخلهم داخل كيبينوا كرايا اخر ما كتعرفوش واش ولا كيفاش كتسمعوا العمليه ديالهم داخل معنا داخل مع دخلنا صافي دخلنا دار السبتة في الاول صافينا واحد الاتجاه خاص بالمغاربه فهمتي المغاربه اللي عايشين تماك هذوك هما اللي نقول لك اعتقنا روح يعني لما كانوا شي كنا نقضوا ديك الليله لصقوا عيب الجوع نصبحوا لاصقي كلشي مع انا ملي تصاطيت بدينا تقلت عليا وهذا قبل ما يلا صافي غنصاطي باش ندخل في المن السبتة ملي صاطيت بدينا تقلت عليا وحنيت باش نزوله مني حنيت باش نزوله بقيت كنهود معانا الماء باش نقلع ونطلع نتنفس تقوى حال العسكري ديالنا هذا ديالنا اللي صارت مواي بالحوايج كلشي بغادار كلشي صارت مواي صارت مواي بغادار كلشي كيس حالو كان غرق فهمتي كيفاش هذا قلت له لا عيس بدينا وضحك معايا عمل لي يدوم شي فهمتي تما انا زيت تفرحت وقد قلت يعني باقي الامن هادو اللي مرايا عايدخلوا ملي دخلنا عندك بوال ود المغاربه حايطين التمر هايدا والماء حايطين البيبان الناس كيطالو وكاين اللي المهمه ديالو عي كيصور غتقول له ما يعطيكش فهمتي فيهم وفيهم صدقي هذيك بنادم بقى كيسي حنا ملي وصلنا كنوصلو كانت ديك اللي عندهم حوايج محطوطين كتمشي كتجبر كل شيء فهمت كتجبر عين ميكا تهز ميكا جا الله الحمد لله كان الهواء حار فهمتي يعني ما حاسيناش بدا ولا كدا شني الحوايج مفزكين وعاد باقي كنكملو بالجو معاك كنا ماشيين جارين وساطين وحنا جارين السوفل والو فالمهم بقينا في ديك بويل وصافي واحد خصنا عين تفاقوا على بنادم والو علاش بنادم بزاف انا كنظن كنا شي 600 اللي جارين 600 بنادم بزاف خصنا عين تفاقوا على بنادم باش حنايا مبوشكاري وماكله والعالم المهم بقينا هايداك ديك الساعه هذيك واحد اللقطه صافي بدينا كنتفاقوا على بنادم في حال هايدا صافي زدق مشيت باغي نشري فهمتي باغي نشري عندي غير فلوس تمغاربه بقات لي 12000 علاش طلعنا 12000 بقات لي 12000 وديك 5 دراهم اللي قلت لك بقات لي مشينا باش نشري وقال لك وبيش تشري كيما واحد كاني مشدودين هذه خطه كانوا ضاسينها شدوا واحد كاني شدوا كل شيء فهمتي اي واحد قاعده محلول تما عنده ما حيت باش نشري قال لك فلوس تمغاربه ما كيشريش وممنوع يتصرفوا تمك يعني متبجع ما عندك شي فلوس ممنوع تضب على مغاربه ممنوع كل شيء من هايدا صافي جبعت عندي 12000 وما ساوية لك والو ساوية لك 0 درهم فهمتي وانا وصاحبي بجوج بينا فينا الجوع فهمتي بجوج بينا كنموتو بالجوع دق صافي مشينا بقينا كنمشيو هايدا على الله دابا باقي فرحانين فهمتي واخا داكشي هذاك باقي ما عارفينش بلا هما داسي الخطة وباقي ما شفناش العنصرية وصلنا لواحد التيجه دابا التيجه اللي كنقول لك كامل بويل بوديو كاملين ضم مغاربة كاملين يعني ما كايناش شي واحد اللي كنهضر معاه بالعربية وما كيجاوبنيش
وصلنا في حلايده عند شي دقوا جالسين كنا بدينا كنتفاقوا على مناد عند شي دقوا جالسين قلنا لهم قوا مغاربه هما فهمت قلنا لهم قلنا لهم كدا داك شي حاجه ناكلوها شي سبردينا فخرج لنا واحد حميكه فيها فيها التون وكميره شي بطانيات مغاربه مغاربه هاد شي ماشي بطانيات المهم في حصابانات واحد جوج كاسادورات وجوك كاسادورة فهمتي وجوك كاسادورة تقلبتنا ديك كاسادورة كاسادورة انا عطونا واحد الصغول حق ماشي تسمعنا هذيك الحوايج هذا المهم الحمد لله تعاملوا معانا فهمتي عاد زادوا صافي بنادم فاز كيبغي يغطي تلاقيت العايد خالتي تا هو دخل بالعام قلت له طيني نصوني على الوالده وهذا عاود اكبر مشكل اللي خلاني كنفكر ديك الليله فهمتي يعني انت دخلتي ويماك ما عرفكش وبنادم كيقول اه كاين بنادم كيموت تما كدا واخا كنصوني والو غير والو المهم سول ديك ساو اللي كان فازك سيبتو تماك يعني ديك اللي الحوايج اللي طلعت فيهم كان ما بقى منهم والو لا مسبردينا لا متشاندا كاملين بقاو لي تماك فهمتي كي بقينا كنمشيو عند الكواد كاو غير اللي كتقولوا طيني ناكل لك دو الله ما كيتاو كيعملوا فينا هايدا فهمتي كيما فيك هايدا ديك تاو فاستحقا وكذا حتى اذا كنقول دابا هادو هما الكوالين فوقاش حنا كنحلموا نجيو عندهم كذا المهم هذيك صبرنا بقينا ماشي نعاودو مغاربة تما مشخصين عليهم مشخصين هما كيبانو هايدا فيهم هي ديك الجرا كيمشيو عيب الجرا بحالهم بحال ديك الجرا عامي لا هدرانيش فهمت داك المغاربة هما اللي بالحديد كتصيان مغربي ماشي قسم بلا سياطن واحد مغربي ماشي مصوت مصوت صدق وقف وقاف لي فهمتي يعني عطاني الوقت وهداك وقاف لي قال لي شني قلت له شي حاجة ناكلوها ولا هداك فهمتي عطاني 12 درهم يعني اوطا لي يعني لا تصرفت كتجي 12 درهم صدق شرينا كوتيه 5 درهم قاتنا ديك سبعه ما عندك ما تمل بها انت فيك تجوع فيك هذاك ولكن ماكينه ما تشري ماكينه ما تمن حتى شي حاجه فهمتي كي ما عندك ما تمل بها هذيك بقال شاد شات سابقين هايدك شني عندنا ماريا بنادم على زوك فهاد الما خصك تا واحد ماريا ماشي يعطيك عيد زكا في الماء يماك اللي خصك تعطي باش يعطيك عيد زوك فهاد الماء فهمتي تغط في الماء يقول لك ودالي اخويا فهمتي ما كايناش شي كوا الحاجه اللي عطاونا في ديك بويل هو هي اللي عتقاتنا ديك الليله فهمتي صدق المهم بقينا هذيك ديك الليله صدق غنطلعوا لواحد البلاصه كسبت ديك الجبل الاخراني كيبانوا الديوان وحنا بقاو يعني ما عارفين شي كوا ما كايناش باش تسقسيهم فهمتي شكون اللي كتجبر البوليسيه كيتخاصوا فيك عملت واحد ميغو تخاصر فيا هيدا فهمتي تما بديت كنشوف العنصريه خدامه فهمت كنقول كيفاش من هذا الشيء اصدق دا بقينا عاود ماشيين 3 كيلومتر اللي درنا على جلانا فهمتي فهمتي باش نصافيهم ديك البلاصه صدق ما صافينا كيقولوا لا بينسو بينسو ساقسين واحد خينا قلنا ديك قولة الديوانه ديك بلاصه قولة الديوانه فهم ما كاين والو فهمتي صدق منا او ما عندك ما تهم ما تقدرش ترتاح وصاوشيني ديك الماكله كلينا يعني جات جوع وجلع عطاش وما كايناش الما فين هو فهمتي ما كاين لا ما لا والو ما كاين صدق صافي قلنا عاود رجعوا فحالنا عاود رجعنا في ديك الطريق بقينا كندور على بلاصه دنعس عاود ما عندك فين تنعس مع وقبل هذيك القنصليه واحد قلت له ايش شوف هذا المكان كيطالبوا حق قنصلي الله ما نعرف كيفاش عامله هذه قلت له شوف هذا المعمل اللي هايده فعملت له هايده عمل لي الله يعني المو كيسولو لا انا بيدي انا هذيك راه بنادم كامل كيعرفني ماشي كانت الحلم ديالي وصديعت عليها عامين من حياتي وضيعت عليها اعوام حق ملي شفت هذا الشيء هذا ما نكذبش عليك يعني ما عرفتي واش عيد تما ولا ديك شي كامل فيهم العنصريه فهمت مشينا باش الناس عرفتي شحال واحد ناس حداك والعائله في عموم 13 عام داخلين بوحديتهم تخيل العائله صافي استاق نعاسنا فحال هايداك في الصباح قلنا نهاودو مشيت عند واحد قوي قلت له في جلسه لاطونيه ضربني ضربتني نصرانيه نصرانيه فهمت لا دابا قال لها فين جلسه لاطونيه تصوب تشوطي فهمتي وصدق ديك الساعه كاينه مره ديك الساعه ما بقاتش عندها كان نبقاو تما انا داكشي اللي وقع لنا ومشينا مرسى ما خدامهاش يعني شي اسبقى الدور تما كتبقى الدور تسعه ما عندنا حنا ما كنساعوش فهمت صدق خرجنا من تما فتحوا لنا باب بالخاطر خرجنا بحالنا قبل ما تقارب مي خرجنا جبرنا من الروينه مره ضربوا بعينه كتغوت روينه عز واحد عز سقف ميت وصافي ساعه شبرنا خرجنا بحالنا للمغرب وداكشي اللي كان رجعنا بحالنا بالتاكسي تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل جديد.